يا ترى إذا المداخلة الجديدة بعنوان ما معنى أن تكون على اليسار حسب إدغار موران؟ يقول إدغار موران: النضال ضد استغلال العمال واستقبال المهاجرين والدفاع عن الضعفاء والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، كل هذا غذى شعب اليسار لمدة قرن، وعادت المقاومة في ظل الاحتلال إلى تجديد الرسالة. في هذا الحوار يعيد إدغار موران تعريف اليسار بما يتماشى مع المهام الجديدة التي يمكن أن يطلع بها زمن الأزمة الإنسانية والبيئية الشاملة، ويؤلهه أو يعني يتم تأهيله لإنقاذ المنهج من التبسيط والحياة من العدمية والطبيعة من التصحر. كان الإلهام الأول عند إدغار موران هو وضع حد للخطر الشمولي، ولكن سرعان ما اندفع العالم إلى التنمية الاقتصادية والبيروقراطية، تم تنحية الهوية الثقافية والسياسية جانبا، مما أدى إلى الهيكلية بلا روح ولا إنسانية. على جميع المستويات نحن راضون عن حفظ الأثاث، أن فكرة السيطرة على الطبيعة هي في أذهان الناس إلى حد كبير، أن القمع التدريجي للرأسمالية أمر ممكن، لكنه صراع دائم يشمل سلوكا اقتصاديا مختلفا بالإضافة إلى وعي سياسي، أن التغيير في الاستهلاك قد يقلل من قوة الصناعة، غالبا ما يتم نسيانه، لكن المواطن يمتلك قوة هائلة، قوة المستهلك. كان يعتبر نفسه مثل الشجرة التي تحمل الريح بذورها في كل مكان. مسألة مصير البشرية كانت من الأسئلة الأكثر غموضا والأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدغار موران. لطالما أعتقد أن العقل يجب أن يكون مصحوبا بالعاطفة، على العكس من ذلك، من دون العقل فإن الحب يخاطر بأن يكون أعمى ومثاليا، يجب أن يكون العقل مثل نور الليل، ضوء الليل، ضوء الليل. لكن العاطفة هي الحياة. حاليا يرى أن هناك أزمة ديمقراطية، لأن هذا النظام القائم على التعددية والصراع يمسح المجال لسلطة استبدادية جديدة. عن نطاق واسع، نحن نعيش اليوم في أزمة إنسانية، لأول مرة في تاريخها أصبحت البشرية مترابطة، ولكن المفارقة هي القادرة على تطوير وعي مشترك وعالمي. بهذا المعنى يقول إدغار موران أن عصرنا هو أزمة، عصر الأزمة. لذلك يطالب أن يجب أن ننسى أفضل ما في الحضارة من خلال إضافة مبادئ التضامن والمساعدة المتبادلة أو تبادل المساعدة، مع الحد من أسوأ جوانبها. أن تفكيره لم يغير السياسة، لم يدخل دوائر صنع القرار، لكنه أعتقد أنه تمكن من مساعدة الناس في حياتهم وفي مهنتهم خارج الأنظمة السياسية والتعليمية الرسمية. قد تفتنا إلى أن أحزاب اليسار في حالة خراب واليمين في أزمة وفي انسداد وربما في تآكل. اليوم لا يوجد سوى تكتل من الأفكار دون ركيزة صلبة، لذلك وجب علينا تجديد الفكر السياسي اليسار. الجديد هو عملية العولمة هذه التي تعمل على تطوير المساواة في كل مكان. كانت قوة المال عظيمة من قبل وهي اليوم هائلة، ومع ذلك فإن المخاطر مختلفة، ولا سيما تدمير المحيط الحيوي. تميل جميع المخاوف المعاصرة إلى حبس البشر في دوائر صغرى، بدل من جعلهم يدركون وجود مجتمع بشري كبير يحتويهم. في العالم ما تفكك بشكل خاص هو التضامن، صداقة، تعاون. طبعا نرى اليوم بعض المجتمعات تعيد تشكيل نفسها في مواجهة العدو، لكن هذا لا يكفي. ما يجب القيام به هو الحفاظ على حيوية المجتمعات مع ضمان الاستقلالية الشخصية. العيش المشترك في رأيه ليس فقط تعبير عن الذات أو تطوير الذات، ولكن القيام بذلك مع الآخرين داخل المجتمع. لطالما كان الكل مدفوعا بما يربطه بالآخرين، كان تاريخ البشرية دائما مكون من هذا الصراع بين التنظيم والدمار، إنه قتال دائم بينهم. الإنسانية المتجددة هي الوعي بأن تكون جزءا من مغامرة رائعة. من الواجب حسب رأي إدغار موران أن نجد في الدهشة ونحب القوة لمقاومة قسوة الوجود، وأن يكون هذا أساس الحالة الإنسانية وأساس السياسة الكوكبية. إذ يحتاج البشر إلى الأمل والإيمان، لكن من الواجب ألا يتم بيع الأوهام فيهما، وإنما أن ينجح المناضلون في منح من الأمل الذي لا يكذب، وأن ينتهجوا نحو هذا الجدل المحفوف بالمخاطر دائما بين العاطفة والعقل. لكن في السياسة يناشد الديماغوجيين العاطفة، والمناظرون يحتكمون إلى العقل، طالما أننا نمثل الإنسان العاقل، العاقل للحكمة، طالما أننا وهبنا العقل والعمل واللعب والصناعة والذوق. لقد آن الأوان لتغيير الحضارة، لإعادة المعنى للسياسة ورفع الوعي في خدمة الحضارة الجديدة، حتى يتمكن المواطنون من استعادة مصيرهم. أي سياسة التي تقوم على مفهوم ما للإنسانية بعد أن تغير المنظور، يعني الذي من خلاله يلاحظ الإنسان معاصريه وتاريخه بشكل جذري، ووقفة الإنسانية إلى جانب الإيروس ضد التناطؤس.
وتم محو الانقسام بين اليسار واليمين، وصار ذلك أحد أعراض التساؤل العميق للفكر السياسي اليساري الجديد. لقد رأى اليرمورا أنهم نظروا لتغيير المسار لمواجهة السياسة والعرق الذين يقودان إنسانيتنا وكوكبنا نحو الكوارث، نحو مسيرها المحتوم وهو الانهيار والتلاشي، تدهور المحيط الحيوي وتدهور حياتنا. فقط إنشاء قوة تاريخية يمكن أن تكون قادرة على قمع تدريجي هيمنة الربح والفائدة، الحساب إخفاء الهوية عن طريق تغيير الزراعة والاستهلاك وأسلوب الحياة وعيشها بنفسها. وأن الفكر المركب أو اللامتناهي التعقيد الذي انخرط فيه الجرمورا ربما أساس تعليم حقوق الإنسان متعدد الثقافات. استجابة لأزمة الفكر هذه يمكن تقديم محادثة إدغار موران التي ضمت لوحة من التساؤلات العميقة حول التحولات التي تعصف بالعالم وتناقش الأزمات التي تحيط بنا، مع توظيف علم الاجتماع والفلسفة عبر المناهج وتقديم تصوراتها للفكر اللامتناهي التعقيد فكر مركب ضمن تاريخه الشخصي وفكرته عن أوروبا ورأى حول البيئة والمستقبل، واستعراض المعالم الرئيسية لعمله وموقفه المجدد من اليسار الجذري وبحث عن أمل جديد في طريق مغاير. إذن عنوان الحوار ماذا يعني أن تكون على اليسار؟ يقول إدغار موران في نظري هذا يعني إعادة شحن بطاريات المرء في جذر متعددة، التحرر لتطوير الفرد والاشتراك لتحسين المجتمع وشيوع المجتمع والأخوة، والآن الإيكولوجي من أجل إقامة علاقة جديدة مع الطبيعة. لتكون على اليسار أنه أيضا السعي إلى تنمية الفرد وإدراك أنه ليس سوى جزء صغير من سلسلة متصلة عملاقة تسمى الإنسانية. الإنسانية مغامرة، وكونك على اليسار يدعوك المشارك في هذه المغامرة المذهلة بتواضع ومراعاة وإحسان ومعايير عالية وإبداع وإيثار وعدالة. لتكون على اليسار أنه أيضا الشعور بالإذلال ورعب القسوة، مما يسمح بفهم جميع أشكال البؤس بما في ذلك الاجتماعية والأخلاقية. أن تكون على اليسار يأتي دائما مع القدرة على الشعور بالإذلال كرعب. نعم ألف مرة نعم إدغار، يجب على الجميع أن يدركوا نقاط ضعفهم، أن يقاوموا الانزلاق المحتمل في الرفض وكراهية الآخرين والعنصرية، ولكن أيضا في الأنانية في الاستيلاء. تعلق الأمر بخيارنا كأفراد مسؤولين أحرار ومستقلين. ماذا سيكون أن تكون على اليسار؟ اليسار لطالما ابتعد عن هذا القانون الموحد الذي يحجب الخلافات والمعارضات والصراعات، لأن اليسار مفهوم معقد بمعنى أن هذا المصطلح يضم في ذاته واحدة ومنافسات وتضادات، الواحدة في مصادرها تطلع إلى عالم أفضل وتحرير المظلومين والمستغلين والمذلين والمهانين وعالمية حقوق الرجل والمرأة. هذه المصادر التي تم تفعيلها من خلال الفكر الإنساني، يعني من خلال أفكار ثورة والتقاليد الجمهورية والاشتراكية المروية والفكر الشيوعي والتحرر في القرن 19، تركز كلمة ليبرتاري على استقلالية الأفراد والجماعات، كلمة اشتراك على تحسين المجتمع، وكلمة شيوع على الحاجة إلى مجتمع أخوي بين البشر. لكن التيارات التحررية والاشتراكية والشيوعية أصبحت متنافسة فيما بينها. وجدت هذه التيارات نفسها أيضا في خصومات، بعضها أصبح مميتا، خصومات مميتة مع سحق الحكومة الاشتراكيات والديمقراطيات، كأننا أمام ثورة سبارتاكوس التي أدت إلى القضاء على شيوعية السوفييت والفوضوية والاشتراكية. الجبهات الشعبية واتحادات المقاومة كانت لحظات عابرة، وبعد الانتصار الاشتراكي العام 1981 خنق الحزب الشيوعي من قبل يعني لهذا السبب حارب دائما مصلب اليسار يعني كذبه مع الاعتراف بوحدة المصادر والطموحات. لقد استندت التطلعات لعالم أفضل على عمل مفكرين آخرين مثل فولتير وديدرو جنبا لجنب مع روسو. كان ماركس المفكر الهائل الذي ألهم كل من الديمقراطية الاجتماعية والشيوعية حتى أصبحت الاشتراكية الديمقراطية إصلاحية. كان برودون مصدر إلهام للاشتراكية غير ماركسية. كان باكونين وكروبوتكين مصدر إلهام التيارات التحررية. هؤلاء المؤلفون ضروريون لنا ولكنهم غير كافيين للتفكير في عالمنا. نحن مدعوون للقيام بجهد هائل لإعادة التفكير، والذي يمكن أن يدمج المعرفة المشتتة والمجزأة التي لا حصر لها للنظر في وضعنا ومستقبلنا في عالمنا في المحيط الحيوي في تاريخنا الإنساني. يجب أن نفكر في عصرنا الكوكبي الذي اتخذ شكل عولمة في التوحيد التقني والاقتصادي الذي تطور منذ التسعينات،
من القرن الماضي، حيث تم دفع المركبة الفضائية للأرض بسرعة فائقة بواسطة محركات الأربعة غير خاضعة للرقابة العلمية والتقنية والاقتصاد والربح. يقودنا هذا السباق نحو مخاطر متزايدة للاضطراب الخطير والحرج للاقتصاد الرأسمالي الهائج وتطور المحيط الحيوي الذي هو بيئتنا الحيوية، وزيادة التشنجات العدائية التي تتزامن مع انتشار أسلحة الدمار الشامل. كل هذه الأخطار تتجمع بعضها مع بعض. يجب أن نعتبر أننا الآن في مرحلة رجعية من تاريخنا عقب أعقاب انهيار الشيوعية التي كانت دين خلاص أرضي. عودة مفاجئة لديانات الخلاص السماوي أصبحت القوميات الخاملة خبيثة، وأثارت التطلعات العرقية والدينية الوصول إلى الدولة القومية وحروب الانفصال. يعني لنتأمل في الانحدار الأوروبي الكبير. أولا دعونا نضع في منظورها الخاص. صحيح لأن تحرير الدول الخاضعة للاتحاد كان تقدم كبير، لكن استقلال هذه الدول أدى إلى ظهور قومية ضيقة معادية للأجانب. لقد أدت هجمة الاقتصاد الليبرالي إلى إثارة كل من التطلع لأنماط الحياة الغربية والاستهلاك والحنين إلى أمن الحقبة السوفيتية مع الحفاظ على كراهية روسيا. كما أن أفكار وأحزاب اليسار وصلت إلى درجة صفر في الديمقراطية الشعبية السابقة. في الغرب لم تكن العولمة العولمة وحدها هي التي قضت على العديد من المكاسب الاجتماعية بعد الحرب، من خلال القضاء على العديد من الصناعات غير قادرة على دعم المنافسة الآسيوية، من خلال التسبب في عملية النقل التي تقضي على الوظائف. لم يكن السباق المحموم على الكفاءة هو فقط الذي أدى إلى شطب الشركات بطرد هذا العدد الهائل من الموظفين والعاملين، كما أنه عجز الأحزاب التي من المفترض أن تمثل العالم الشعبي عن صياغة سياسة تستجيب لهذه التحديات. قد أصبح الحزب الشيوعي نجما قزما، والحركات التروتسكية على الرغم من الإدانة العادلة للرأسمالية غير قادرة على صياغة بديل. تردد الحزب الاشتراكي بين لغته القديمة والتحديث الواقع المفترض، بينما الحداثة في أزمة. والأخطر من ذلك هو اختفاء أهل اليسار، شعب اليسار. هذا الشعب الذي شكل تقليد الناتج عن منذ عام 1789، والذي تم تحديثه من قبل الجمهورية الثالثة، تم تربيته بالأفكار الإنسانية من قبل المعلمين الأوائل، من قبل مدارس التدريب الاشتراكية ثم الشيوعية التي علمت الأخوة الدولية وتطلع إلى عالم أفضل. النضال ضد استغلال العمال، استقبال المهاجرين، الدفاع عن الضعفاء، الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، كل هذا غذى شعب اليسار لمدة قرن، وعادت المقاومة في ظل الاحتلال إلى تجديد الرسالة. لكن تدهور مهمة المعلم وتصلب أحزاب اليسار وانحطاط النقابات وتوقف عن تغذية شعب اليسار بفكرة التحرر الذي سيختفي آخر ممثليه كبار السن، لا يزال هناك يعني بعض الشطحات هنا وهناك. وهكذا فإن العنصرية وكراهية الأجانب التي عبرت بين العمال المسوتين اليسار عن نفسها في القطاع الخاص فقط تدخل المجال السياسي وتقود الآن نحو التصويت. فرنسا الرجعية التي هبطت للمرتبة الثانية في القرن العشرين باستثناء فترة فيشي تأتي في المرتبة الأولى ذهب إلى شوفيني ذات سيادة، إنها تتمنى رفض القمع القاسي غير الموثق لشباب الضواحي، وتدرك معاناة الأوقات الموجودة في كراهية الإسلام والمغرب العربي والإفريقي واليهودي على نحو خبيث، على الرغم من سعادتي برؤية إسرائيل تتعامل مع الفلسطيني كما يعامل المسيحيون اليهودي. يعود انتصار يعني البعض إلى ذكائهم السياسي وبشكل رئيسي إلى ضعف اليسار بأشكال مختلفة. نفس الوضع في إيطاليا ألمانيا هولندا، بلد الفكر الحر أصبح كارها للأجانب ورجعيين. يتطلب الوضع مقاومة وتجديد الفكر اليساري. إنها ليست مسألة تصور لنموذج المجتمع يمكن أن يكون ثابتا فقط في عالم ديناميكي، أو حتى البحث عن بعض الأكسجين في فكرة المدينة الفاضلة. يجب أن نطور طريقة لا يمكن تشكيلها إلا من التقاء ممارسات إصلاحية متعددة، والتي من شأنها أن تؤدي إذا لم يفوت الأوان إلى تحلل العرق المجنون والانتحاري الذي يقودنا إلى الهاوية. الطريق الذي يبدو اليوم لا يمكن تجاوزه سيؤدي بمسار جديد إلى تحول البشرية، الانضمام إلى مجتمع عالم من نوع جديد تماما. سيجعل من الممكن ربط تقدمية الإصلاح مع راديكالية الثورة. لم يبدأ شيء على ما يبدو، ولكن في جميع الأماكن والبلدان والقارات من في ذلك فرنسا هناك العديد من المبادرات من جميع الأنواع، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والتعلمية والحضارية والريفية، والتي تجد حلولا للمشاكل الحيوية واعدة في المستقبل. إنهم مبعوثون مفصولون مقسمون متجاهلون بعضهم البعض، ما يتجاهل من قبل الأحزاب والإدارات ووسائل الإعلام. إنهم يستحقون أن يعرفوا أن يقترنوا
وأن اقترانهم يسمح لنا بإلقاء نظرة على مسارات الإصلاح، نظرا لأن كل شيء يحتاج إلى تغيير، جميع الإصلاحات مترابطة وتدعم بعضها البعض، يمكننا سردها هنا، سيكون هنا. دعونا نوضح هذا بشكل تخطيطي فقط. طرق إصلاح الديمقراطية، الديمقراطية البرلمانية مهما كانت ضرورية غير كافية، سيكون من الضروري تصور واقتراح أنماط الديمقراطية التشاركية ولا سيما على المستويات المحلية. قد يكون من المفيد في نفس الوقت تعزيز صحوة المواطن، والتي هي في حد ذاتها جزء لا يتجزأ من تجديد الفكر السياسي، وكذلك عن تدريب المناضلين في المشاكل الكبرى. كما سيكون من المفيد زيادة عدد الجامعات الشعبية التي من شأنها أن تقدم للمواطنين مقدمة عن العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. سيكون من الضروري أيضا تبني وتكييف نوع من التصور الكونفوشيوس الجديد لوظائف الإدارة العامة والمهن ذات المهمة المدنية، المعلمين والأطباء، أي تعزيز طريقة التوظيف مع مراعاة القيم الأخلاقية من المرشحين، مؤهلاتهم للإحسان، الاهتمام بالآخرين والعناية والرحمة، وتفانيهم في الصالح العام، وحرصهم على العدالة والإنصاف. دعونا نعد ببداية جديدة بربط السلالات الثلاث، الليبرتية، الاشتراكية، الشيوعية، بإضافة الضغط البيئي في الرباعية. من الواضح أن هذا يعني تحلل الهيكل الحزبية القائمة وإعادة تشكيل رئيسية وفقا لصيغة واسعة ومفتوحة مساهمة للفكر السياسي المتجدد. وبالطبع يجب علينا أولا أن نقاوم الهمجية المتزايدة، لكن يجب أن نغذي لا المقاومة بنعم لتطلعاتنا، أن مقاومة كل ما يحط من قدر الإنسان من قبل الإنسان والاستعباد والازدراء والإذلال تتغذى على التطلع ليس لأفضل ما في العالم كله بل إلى عالم أفضل. هذا الطموح الذي لم يتوقف عن الولادة والولادة من جديد عبر تاريخ البشرية سوف يولد من جديد. إذن هذا هو كلام إدغار موران، وهذا هو محاولة للإجابة عن سؤال ماذا يعني أن تكون على اليسار. أتمنى تكون هذه المداخلة السياسية التي فيها تشخيص للأزمة وربما اقتراح لبعض البؤر للمقاومة، مسالك للمقاومة، وخاصة إصلاح الفكر ورؤية العالم بطريقة استثنائية، وكذلك توصيف لمهام لتجاوز أزمة الحدث. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.